انا بالنسبه لي اللي كنحتفلوا بعيد النبوي وعيد الاضحى شي حاجه اخرى لا، هذا كاع عيد الحب اللي كيهضر عليهم فاش كياكلوا الحلوى وكيحتفلوا تما فين كيتخدموا. اختي الرأي ديالي بغات تحب حب امك من الباقي غير هي واش بصح باقا تسريدات بصح. هذا العيد هذا ما كاينش اصلا شي عيد بحال هكا، انا ما كنتقبلوش عيد حيت ما كاين لا هادشي ديال الحب وهادشي ما كنامنش به انايا. واختي هذا صراحه ماشي عيد الحب، هذا عيد الزلط. انا كنت كنعرف واحد الوحده وكاع داكشي اللي عندي داتو ليا، باقا تفكر انا شي عيد الحب. عيد الحب راه ما كاين والو اختي، شمن عيد الحب. السلام عليكم متتبعين قناه ريحان بريس، اليوم معكم في كازا غادي باش نهضروا على الموضوع ديال عيد الحب. كما كتعرفوا ان نهار 14 فيفري كيقولوا باللي كاين مناسبه كيحتفلوا بها بعض الناس اللي هي مناسبه عيد الحب. غنشوفوا الاراء ديال الناس حول هذا الموضوع. السلام عليكم. السلام اختي، شرفنا باسميك. حافظ الرجوله. مرحبا. اليوم اخويا جينا كما كتعرف ان 14 فيفري كيقولوا المغاربه كاملين باللي هما كيحتفلوا بواحد العيد سميتو عيد الحب. اشنو كتقول في هذا العيد؟ وانا اختي انا بالنسبه لي اللي كنحتفلوا بعيد النبوي وعيد الاضحى شي حاجه اخرى لا، هذاك عيد الحب اللي كيهضر عليهم فاش كياكلوا الحلوى وكيحتفلوا تما فين كيتخدموا. السلام عليكم. وعليكم السلام. عافاك تقدر تعرفنا براسك؟ يونس ولد العمران. مشرفين السي يونس. اليوم جينا خويا باش نهضروا على مناسبه ديال عيد الحب. كما كتعرف ان الناس كيقولوا ان 14 فيفري هو واحد المناسبه كيحتفلوا بها بعيد الحب، شنو النظر ديالك في هذا العيد؟ هذا العيد هذا ما كاينش اصلا شي عيد بحال هكا، انا ما كنتقبلوش عيد حيت ما كاين لا هادشي ديال الحب وهادشي ما كنامنش به انايا. فهمتيني؟ امك دابا غاتشوف. كما سمعتي الدري قال الحب ديالي للوالدين والغربه ان شاء الله اوروبا، نجمعوا الفلوس الحب للمال ديك الساعات هما غيجيو عندك يبغيوك باي طريقه، دير الفلوس غيجيو عندك. السلام عليكم. السلام عليكم. شرفنا براسك. عافاك. عبد الغفور صبان ومعرفتي ود مدينه. مرحبا. اليوم اخويا جينا باش نهضروا على واحد الموضوع اللي هو موضوع عيد الحب. كما كتعرف ان بزاف ديال المغاربه وماشي غير في المغاربه حتى في العالم كيقولوا باللي نهار 14 فبراير هو هو عيد كيحتفلوا به بعيد الحب. شنو الراي ديالك؟ اختي الراي ديالي باغا تحب حب امك من الباقي غير هي واش بصح باقا تسريدات بصح. في هاد عيد الحب انت كتحتفل به؟ لا 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 ما فكرتيش، فكرتيني دابا. بصح. شكرا اخويا ربي يخليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. تقدر تشرفنا براسك؟ واه شكون ما يعرفنيش؟ راه كاع يشوفني في الفيديو غيعرفني، مقلد الاصوات زروني هون. مرحبا اخويا. كما كتعرف باللي نهار 14 فبراير كيقولوا المغاربه كاملين وماشي غير المغاربه حتى برا كيقولوا باللي كاين واحد العيد سميتو عيد الحب، اشنو كتقول في هاد؟ اييه واخشي هذا صراحه ماشي عيد الحب، هذا عيد الزلط. انا كنت كنعرف واحد الوحده وكاع داكشي اللي عندي داتو ليا، باقا تفكر انا شي عيد الحب. عيد الحب راه ما كاين والو اختي، شمن عيد الحب؟ واش غنقول لك هذا الصراحه خاصه من العسل، انا هذاك كان اصلا عيد الحب كل صباح غناكلوا المسمن وشويرات وبريرين ياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شرفنا خويا باسمك. هشام الوافي. ربي يخليك. اليوم اخويا كما كتعرف المغاربه كاملين كيقولوا باللي نهار 14 فبراير كاين واحد العيد اللي كيسميوه عيد الحب، اشنو كتقول في هاد العيد؟ اختي انا ما كنامنش بهذا عيد الحب، وهذا عيد الحب غير شي حاجه داروها الناس، ما كيقول لك عيد الحب عيد الحب، وراه ما كاينش هذا عيد الحب. انا بالنسبه لي انا كاين عيد واحد هو عيد الاضحى اللي كنجمعوا فيه العائله وهادي وكنمشيو. اما اختي بالنسبه لعيد الحب انا ما كنامنش بهذا عيد الحب، هو كيقول كما كيقولوا هو حب عيد الحب ماشي هو حب عيد زلط. فهمتي؟ انا اختي مشيت شريت واحد الورده لواحد الدريه ب 3000 درهم ياك، مشيت عطيتها لاختي وفي الاخر مشيت للدار جات لي الوالده فين من يما فلوس، قلت لها راه الشيء اللي كاين داهم لي عيد زلط، هادشي اللي كاين اختي. اي اخويا ولكن كيقول لك ماشي بالضبط انك تعطيه للدريه، تقدر تعطيه للوالده ديالك، تقدر تعطيه لاختك، تقدر تعطيه لعمتك خالتك اللي كان. اشنو كتقول سمع انت تقدر تحتفل به شي نهار؟ لا لا ما نقدرش نحتفل به شي نهار، اخر مره غنحتفل به هو هذا العام صافي صافي. حيت دارت بيا بزاف المرات، ولكن الوالده تاهي راه حب في القلب وكل شيء، وكنتمنى ان شاء الله حيدوا هاد المعتقدات ديال عيد الحب راه ما كاينش، وبنادم الله يهديه وصافي شي. ولكن كما كتقول كيقولوا باللي مثلا الناس اللي مزوجين خصهم يحتفلوا بعضياتهم في هذا العيد الحب، الناس اللي مخطوبين، الوالدين ديالك، فهمتي؟ ماشي بالضبط، ولا حتى الابن اهدي الام ديالو ولا الاب ديالو هديه، اشنو كتقول فهادشي؟ اختي انا هادشي ما كنسمعش به، وهادشي ما كنعرفوش لا انا ولا العائله ديالي ولا ولاد بلادي. اول مره كنسمعو منك انت. انا عيد الحب اللي كنعرفو انا حب الله وحب الوالدين،
ماشي شي حاجه اخرى لا. فاش غادي تحتفل؟ احتفل مع ولادك مع مراتك في الدار، دير شي حاجه زوينه، عرض على والديك، عرض على خوتك، هذيك عرف شي حاجه اخرى. خرج دور، جيب الحلوى، جيب الكادو، لا هادشي ما كاينش. كنعرف حاجه وحده، فاش كنت تاخذ المراه ديالك شي حاجه راه ما كتاخذها بلا فهمتي، بلا ما تعرف، بلا عيد بلا والو، والحلوى كياكل بنادم بلا عيد بلا والو. هادشي اللي كاين. كنشوف بنادم كيحتفلوا بحال دابا براس العام عيد الحب، ماشي راه ديال النصارى ودي اليهود، ماشي ديال العرب. شكرا اخويا، ربي يخليك، شكرا. شكون عيد الحب؟ عيد الحب هو تكون عندي اختي بحالك نخاف عليها، امي نموت عليها، با نتسطع عليه، نحماق عليه، العائله، نعيش الحياه. انا كاين جوج عيد، عيد الفطر وعيد الاضحى، وعيد الحب ما كاينش. هو تنديروا لي مخاطر، كنت غادي تو ما عنديش الزهر، ما مني اصلا صدقات ليا، صدقات ليا ديك المره راه خليوها على الله. زلطاتك. لا لا ماشي مشكل، ولكن انا كنت كنحلم دابا، انا كنت كنحلم دات لي ما قالوا داكشي فوقت الصباح وانا نلقاوش الوالد كنصاحبو هو اللي قاونا بنت. المهم انا غندير لكم عيد الحب بين قوسين بالاوبيرا مزيانه دايزه. ها تعرف الاوبيرا ديال الكوار ريش الفريدو روزالين دا قوليك عيد الحب ما كاين حب اش ما الحب الحب دولي ريالاتي وسير تخدم وشوف الحب تعيالك تعيالك شكرا.